طيب بعد نجاح شركة تيك تاك اللي هي بتاعت الكشري المعلب وكده يعني اتت بقى شركة اسمها على الجاهز وعملت لنا ام علي فيلا بينا نجربها. طيب العلبة دي اسمها ام علي على الجاهز، الشركة طبعا عاملاها على الجاهز وهي بتقول ان هي سريعة التحضير، ام علي سريعة التحضير بتتحضر في دقيقتين وبتحط برضو عليها مية نفس فكرة الاندومي جينا بالظبط وبتسيبها وبعد كده تكون معمولة وطازجة ومكسرات والشغل ده. فتعالوا نجرب ام علي. طيب نفتح كده ايه الكيس او العلبة دي بايه ده، هو انا بحاول يا جدعان والله افتحها بس هي برضو ايه مقفولة برضو، بس انا هحاول يعني افتحها. لا ما انا هجيبك والله هجيبك. ايوه الحمد لله على السلامة. طيب ده فتحتها هقول لكم بقى ايه اللي جواها دلوقتي. جواها حتت ام علي زي ما انتم شايفين كده كيس. يا جدعان ريحته حلوه قوي المعلقه، وجايب لك دي المفروض المكسرات بقى وكده يعني حبه جوز الهند وزبيبتين بالظبط، جايين على نفسكم اقسم بالله والله العظيم جايين على نفسكم. طيب هنفتح بقى ام علي ونفضيها في العلبه، طبعا مش عايزين نجيب العيد طيب حته حلوه قوي يا جدعان. هنحط محتويات بقى الكيس ده في العلبه اللي هم جايبينها. تمام. طيب المفروض لا بحط محتويات العلبه اللي هي المفروض ام علي اللي احنا لسه حاطينها، وفي علامه هنا كده محطوطه زي دي كده اللي هي بتبقى الشرطتين دول، المفروض احط الميه ما بينهم، الميه السخنه ما بينهم، المفروض ما زودش ولا اقلل يعني، المفروض العلامتين دول لا دي لا اما في النص المفروض ما زودش يعني. فاحنا نجيب الميه السخنه، والميه السخنه بصوا يا جدعان بصوا عليها صورتي نرجسي قوي في نفسي. طيب احنا المفروض بقى احنا عايزين نحط الميه السخنه دي عند العلامة. هل جينا محطوطة عند العلامة ولا لأ؟ يعني ممكن زي كمان بس. طبعا بقى انا مش عارف دي هتستحمل درجة حرارة ولا لأ، فانا جبت معلقة تانية وهحاول بقى ايه امكس كده كله في بعضه. ده المفروض هيبقى شكلها، هي ما عرفش تلات حتت كده، انا مش فاهم ايه ده بصراحة يعني تلات حتت من دول يعني. طيب والمفروض اقفل لحد ما يتعمل بقى، فنقفل الراحة حط كده بتاع علينا. تمام كده نسيبها بقى ايه، نسيبها قد ايه بقى، خمس دقايق ونشوف بعد كده هتعمل ايه. طبعا لحد ما تتعمل احب افكرك ان انا عندي قناة على اليوتيوب وعندي طبعا تيك توك الكلام ده، فانت روح تابعني في كل القنوات اللي عندي بقى، قناتي يوتيوب بقى اللي بقدم فيها موتيفيشن سبيكر والكلام ده، وقناة الجيمنج اللي بلعب فيها فيفا وبلعب فيها العاب جامدة جدا. لو انت مهتم باي محتوى ما بينهم لازم تروح تتفرج عليهم، تعملي سبسكرايب بقى عشان نكبر بالعيلة بتاعتنا والكلام ده. وشكرا جدا على التفاعل بتاع القناة دي او التفاعل بتاع الفيسبوك بتاع كريم عفت، انتوا عاملين الواجب وزيادة جدا. احنا في كذا فيديو عدى 100,000 وفي كمان فيديو داخل دلوقتي على 2 مليون، فبيكو هنكبر. ونستنى ام علي لحد ما تخلص بعد 5 دقايق. عدى 5 دقايق، تعالوا بقى نجرب المعلقه دي يعني. اسمعوا كده صوت التكه امان. تمام قوي جدا. نفتح بقى نشوف ام علي بقت عامله ازاي. تمام. نجيب كيس المكسرات اللي هو المفروض اللي هو يعني مكسرات، ولكن احنا هناخدهم على قد عليهم ونشوف يعني نحطوها بقى كده. ده شكلها بعد ما اتعملت، وبصراحة انا مش عارف هتبقى شكلها حلو او طعمها حلو ولا لا، فتعالوا نجرب ونشوف، لاني التجربة مش مبشرة لحد دلوقتي يعني بكيس المكسرات اللي هما بيتعاطفوا علينا بيه ده يعني. طيب نجرب بقى بسم الله. يعني مبدئيا ريحة ماشي تقريبا يعني ريحة ماشي ام علي مش هقول لا يعني. ده شكلها بعد ما اتعملت، وتعالى ندوق بسم الله. هدوا واحدة تانية. ده عجبني جدا. او ممكن يكون بس ناقص سكر سيكا ان هي مش مسكرة يعني، بس كواحد كحالاتي اصلا ما بيحبش اصلا الحاجات المسكرة قوي يعني، فهي عجباني جدا. لو انت بقى مثلا بتحب الحاجة مسكرة جدا ممكن تحط عليها سكر، ولكن هما مقربين قوي من طعم ام علي جدا يعني بصراحة مش عارف ازاي. لا حلوة جدا. طيب اديها كام من 10؟ اديها 8 من 10.
تجيبها ولا لا. تجيبها جدا جدا لو انت في الشغل مثلا نفسك راحت لام علي، او لو انت مثلا في البيت لوحدك، او مثلا مش عايز انك تقوم مامتك او تخليها تعمل حاجه حلوه الكلام ده، تجيبها بخمسة جنيه سريعه ولطيفه جايه تحط عليها الميه والمكسرات على طول كده وتاكل. حلوه جدا جدا جدا. ف8 من 10 تستحق جدا جدا، 8 من 10. بس اهم حاجه تعملها صح، لاني شفت ناس على الفيسبوك والكلام ده بتقول ان هي طعمها وحش جدا جدا وطعمها مكلكع والكلام ده. فتقريبا هم لا اما قللوا الميه عن المقدار ده، لا اما علوه عن المقدار ده. فانت المفروض لازم تتبع التعليمات بالظبط جدا. وتجربتي مع على الجاهز 8 من 10، حلو جدا جدا. ما تنساش تعمل لي فولو لايك وسلام.